بداية أخبارنا مع الكرة الطايرة مع الفريق الأول بقيادة البرازيلي كارلو شوانكي اللي أنهى استعداداته لمواجهة اليابلس واللي هتتلعب بكرة إن شاء الله على صالة اليابلس، وده ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري. الفريق رجع للتدريبات امبارح ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على بتروجيت بصعوبة في الجولة الأولى يوم السبت بنتيجة 3-2. الحقيقة إنه خليني أتكلم عن المباراة دي، إن المباراة دي الزمالك كان المفروض من اول شوط يبقى مركز اكتر من كده، وان هو يبقى حاسم للمباراه من البدايه وما يخليش الدنيا تبقى اصعب كده ويخسر اول شوطين ويعمل ريمونتادا عظيمه جدا ويرجع في اخر 3 اشواط. لكن الحقيقه برضو زي ما بلوم على الزمالك، خليني اقول ان بتروجيت كان فيه تدعيمات هايله السنه دي، يعني هو مش فريق قليل، لا هو عامل تدعيمات هايله وهيكون من الفرق اللي بجد هتكون منافستها قوية جدا جدا مع الفرق الكبار، وهيكون منافس شرس، وده بان من الجولة الأولى. لكن ده ما يمنعش أن الزمالك المفروض يتدارك أخطائه في هذه المباراة ويكون في علاج ليها، وأكيد شوانكي يشتغل على ده من تاني يوم المباراة على طول. زي ما عارفين طبعا أن فريقنا بيلعب دور المجموعات في المجموعة التانية اللي بتضم فرق بتروجيت والشمس واتحاد الشرطة والمقاولون العرب وهليوبلس، بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق خلال المباريات المقبلة بإذن الله. أما عن فريق الكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة كابتن أحمد فتحي، فهيحصل على راحة من التدريبات الجماعية بكرة إن شاء الله بعد مباراة المقاولون العرب اللي خلصت من شوية على صالة المقاولون ضمن الجولة السادسة من الدوري. فريقنا طبعا بيحافظ على صدارته المجموعة الثانية واللي بتضم فرق سبورتينج والشمس والزهور والمقاولون العرب والمعادي وهولوليدو. الفريق هيرجع للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء علشان يستعد لمواجهة هولوليدو يوم الجمعة اللي جاية في ختام منافسات الدور الأول من دور المجموعات بالدوري، وبالمناسبة المباراة هتكون على صالة نادي الزمالك.